احنا بقى اللي نعمل طعم. ننتج المواد البناء دي كلها تبقى مصرية ومحلية، ونقدر ان احنا نلاقيها العامل يعني او المستثمر يلاقيها ببساطة نقدر من غير بقى الدولار وسعر الدولار طلع نقدر ونزل. نقدر نعمل طب حاجات ليه بقى ما كتير. نعملش ده وبخطوات سريعة؟ لان اسعار زي ما حضرتك قلت ده بيأثر على اسعار البنايات صحيح واسعار الوحدات. اسعار الوحدات دلوقتي بقت مولعة، صحيح يعني اللي بيفكر يتجوز دلوقتي ما يلاقيش شقة في المتناول ان هو يقدر ياخدها، وده وده بسبب اسعار البناء. لا مش بس اسعار البناء، هو اسعار التكلفه، المواد اللي بيقوم بيها البناء التكلفه كلها غاليه، باهظه. التكلفه كلها، تكلفه سعر الارض دلوقتي اتغير، البناء المواد المستخدمه فيه طبعا الاسعار تكلفها زادت. احنا في كل الاحوال احنا بنحسب تاني العمله بتاعتنا على المقاوم بالدولار. طول ما انتاجيتنا اقل من حجم استيرادنا هيبقى عندنا مشكله، واحنا راجعين تاني بنقول لازم نزود حجم الانتاج، لازم نزود نقضي على البطاله، ودي مش هتيجي غير بعدد كبير من المصانع من مشروعات لازم يكون في في تسهيلات عشان الصناعه في الناس الزراعه تقدر تعمل في ده. المشاريع في التنميه الشامله المستدامه اللي احنا بنقولها. العالم كله اتغير كمان من موضوع البناء الطبيعي اللي هو المواد العاديه المستخدمه وعمليه التلوث بتاعتها، تلاقي الاسمنت والطوب وكده يعني. النهارده العالم كله دخل على حاجه اسمها البناء الاخضر. ايه البناء الاخضر ده؟ البناء الاخضر ان انا اي منتج هنتجه او البناء نفسه لما اجي اقرر ان انا ابني بيت او منشا، ما اروحش ابنيه مثلا على ارض زراعيه، ما اروحش ابنيه بطريقه ممكن ياخد مني طاقه اكتر ويستهلك طاقة أكتر. العالم كله اتغير، النهارده مصر بقى فيها مقاومات كبيرة، عندنا طاقة نقدر نبني بيت يعتمد على الطاقة الشمسية. فنقلل حجم استهلاك الكهرباء اللي فيه مشكلة ده دلوقتي، مش معقول بلد زي مصر دي درجات الحرارة النهارده 45 46، يعني احنا لو اشترطنا مثلا في تصاريح مواد البناء لكل بيت جديد يعمل محطة طاقة شمسية صغيرة زي بره، في بره ابتدوا يعملوا الموضوع ده. الاشتراطات بقت موجودة، مدن كاملة دلوقتي أي مع مدن طاقة خضراء، المدن بتراعي المعايير اللي هي بتراعي حقوق الاجيال القادمه. هل النهارده انا لو عندي شواطئ على البحر ابنيها كلها، طب حقوق الاجيال القادمه هتعمل ايه؟ يعني ما انا لازم اراعي حقوق الناس اللي جايه. ففي معايير لان انا اعمل بناء اخضر، اتجاهاته تبقى مظبوطه مع الرياح، ان المواد المستخدمه فيه تبقى عازله للحراره بشكل كويس علشان اوفر في استهلاك الطاقه، ان انا اعمل طرق معينه ميه الصرف اللي هتطلع من عندي من البيت ده اعمل لها محطه معالجه صغيره وازرع بيها لو عندي زرع فيه تاني او مين اللي يعمل دكتور كمال؟ اللي بيبني البيت ولا الدوله؟ هي بتبقى ثقافه عامه، لكن الدوله لازم تحط معايير واشتراطات الكل يتبعها. بس معلش يعني بالواقع اللي احنا عايشين فيه ده، حضرتك بتتكلم على مدن جديده، انما المدن القائمه بتهيألي صعب. لا، والمدن القائمة ممكن قوي إعادة تدوير كل شيء فيها. إزاي يعني؟ يعني تعالى نتكلم على حي الدقي. أيوه. طب هاتي مكان جديد بلاش الدقي. لا، ما أنا عايزة مكان موجود من زمان. تعملي له إعادة تدوير. دلوقتي الدقي، وأنت شايف العمارات الدقي والعجوزة، يعني المهندسين، يعني هتكلم بكده، وأنا مش من سكان المناطق دي، يعني مش بتكلم عشان أنا مش من سكان المنطقة دي. لكن افرض ان حته زي دي، طب انت شايف العمارات عامله ازاي وشايف الدنيا عامله ازاي؟ وانا ليه قلت الدقي والعجوزه والمهندسين؟ لان دي كانت اراضي زراعيه. طبعا. وتم البناء عليها. مظبوط. يعني انا تحديدا خدت المثل ده. طبيعي.